أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا إلى جولة جديدة من كشك الصحافة، نطوف فيها بين أهم ما قالته المواقع الإخبارية والصحف العربية الصادرة لهذا اليوم، ولكن البداية بالعناوين. أسرة في إب تعثر على ابنها مشلولا بعد أن اختطفته ميليشيا الحوثي قبل شهرين. ضحايا الألغام في عدن يتحدثون عن مأساتهم في يوم مفتوح. وفي أكثر الأخبار قراءة، السجن المؤبد لشقيقين قتلا حمارا في مصر. أهلا بكم. قالت مصادر محلية في مدينة إب لموقع المصدر أونلاين إن أسرة عثرت على طفلها بعد اختفائه لمدة شهرين بعد أن خطفه الحوثيون وزجوا به في المعارك، وأفادوا بأن الطفل حمزة عبد الحميد السبل أحد أبناء مديرية القفر عثر عليه في أحد المستشفيات وهو مصاب بالشلل وغير قادر على الحديث، وقد أصيب الطفل بطلق ناري في الرأس. يتابع الموقع، يواصل مسلحو جماعة الحوثيين والقوات الموالية لصالح الدفع بالأطفال في المعارك التي يخوضونها ضد القوات الحكومية والمقاومة الشعبية في عدد من المناطق. الميليشيا الإنقلابية تختطف عددا من المواطنين في المحويت. مصادر محلية في مديرية ملحان أفادت للصحوة نت بأن عصابة بقيادة مشرف ميليشيا الحوثي والمخلوع في المديرية اختطفت اثنين من أبناء المديرية، وبحسب المصادر فإن المختطفين هما عبد الملك سود وحمدي عبد الله مسعود في مديرية الطويلة. قام مشرف الميليشيا بالمديرية باختطاف معلم بمدرسة النور يدعى يحيى صالح الجدمي بدعوى تحريض المعلمين على الإضراب. يتابع الموقع، يأتي هذا ضمن استمرار المسلسل الإجرامي لميليشيا الحوثي والمخلوع بحق المدنيين في مختلف مناطق المحافظة. إيران الأذرع الواهية، تحت هذا العنوان كتب علي الجرادي مقاله المنشور في موقع الموقع بوست، وقال في أجزاء منه: حاولت الولايات المتحدة الأمريكية كإمبراطورية دولية أن تكون لها أذرعها العسكرية المباشرة في أفغانستان والعراق، فكانت كلفتها أكبر من الاحتمال، لا سيما في نظام يعتمد المؤسسات والرقابة الشعبية والصحافة الحرة. وتاريخياً أثبتت كل تجارب الاستعمار واستخدام القوة ضد الشعوب على مدى التاريخ الإنساني قديماً وحديثاً فشلها، وتحولت تلك النزوات إلى مأتم وذكريات سوداء محملة بالأسى وجرائم حرب ضد الإنسانية. إيران في اللحظة الراهنة تكرر تجربة الفشل والأسى لكل نزوات الطغاة عبر التاريخ، وتنفق ثروات الشعب الإيراني في تصدير مفاهيم الخميني ومحاولة استعمار سوريا والعراق بأدواتها المباشرة وأخرى كاليمن ودول الخليج عن طريق إنشاء مخالب عسكرية مرتبطة بها. إيران لن تقوى على ذلك، فالتجربة التاريخية تقول ألا سلطة استعمارية على وجه الأرض استطاعت الحفاظ على مستعمراتها طوال الوقت وإن فرضت وجودها بالقوة والقهر بعض الوقت. ملالي إيران يكررون ما فعله كل الحمقى بشعوبهم، قادوهم إلى الموت من أجل خرافات وأوهام، وبددوا ثروته، ثم في نهاية المطاف سيتجرعون كأس السم الذي احتساه الخميني أثناء الصلح مع العراق. لنتخيل أن كل هذه الدماء والثروات التي أنفقتها إيران في فتوحاتها الوهمية تم تسخيرها في صالح الشعب الإيراني وبناء نهضته. السفير الأمريكي السابق جيرالد فيرستاين، والذي تنقل في عمله الدبلوماسي بين العديد من العواصم العربية الرياض ومسقط وآخرها صنعاء، حيث تم تعيينه سفيرا فيها في العام 2010، وقد تقدم بالعديد من المقترحات أمام جلسة تشاور في مجلس الشيوخ الأمريكي. ووفقا لموقع الموقع بوست، فقد طالب فيرستاين بمنع الحوثيين والمخلوع صالح من السيطرة على السلطة بقوة السلاح والأمن أو تأمين الحدود السعودية وإفشال جهود إيران الرامية لإنشاء موقع قدم في اليمن لتهديد السعودية والخليج. وأشار إلى أن مخرجات الحوار الوطني الشامل
كانت من أهم المنجزات التي تم التوقيع عليها من قبل جميع الأطراف بما في ذلك الحوثيون. وأضاف بأن الحوثيين وصالح قاموا بالانقلاب على الشرعية حين أخفقوا في تجيير العملية السياسية لمصلحتهم، وأوضح في مشاركته التي ترجمها الموقع بوست بأن استمرار الأزمة وعدم استعادة الشرعية يعتبر نصراً كبيراً لإيران، لافتاً إلى أن الدعم الإيراني للحوثيين لم يكلف الإيرانيين الشيء الكثير. خبراء ومختصون قالوا لسبتمبر نت إن المخا بوابة العبور إلى الحديدة وما تبقى من تعز. المحلل العسكري مساعد الحريري يرى أن تحرير المخا أو تحرير ميناء المخا كهدف حيوي على الصعيد العسكري يمثل قلبا للمعادلة، وانعكس تحريره سلبا على ميليشيا الحوثي والمخلوع الانقلابية بحكم ما كان يدر على هذه الميليشيات من منافع ودعم لوجستي عن طريق التهريب من شواطئ بعض دول شرق أفريقيا. ويؤكد بأن هزيمة الميليشيا في الميناء خلقت إرباكا كبيرا لقياداتها، حتى تلك التي تتواجد في العاصمة صنعاء، لأنها هي الأخرى خسرت الكثير من الفوائد التي كانت تصل إليها عن طريق هذا الميناء. في حال لم يتم تأمين التمويل اللازم بصورة عاجلة لتغطية الاحتياجات ومساعدة المتضررين في اليمن، فقد تنفد المخزونات الغذائية بحلول شهر إبريل القادم، ما يعني إضافة أعداد أخرى إلى قائمة المحتاجين وتضاعف حجم المأساة مع كل هذا التدخل أو التخاذل الدولي إلا من التحذيرات والبيانات، يقول مارب الورد في مقاله المنشور في صحيفة العرب القطرية. عملياً، المجاعة بدأت تظهر في محافظة الحديدة الساحلية التي يعاني سكانها من سوء التغذية، وبناء على ذلك أعلنتها الحكومة منطقة منكوبة، في حين أعلن الإنقلابيون تحصيل إيرادات منها بلغت 6 مليار ريال خلال الشهرين الماضيين. ومع استمرار بقاء الموظفين بلا رواتب ستتفاقم أحوالهم، لا سيما وأن 32% من الأسر اليمنية يعتمد دخلها على الراتب الحكومي بحسب وزارة التخطيط، التي أرجعت أزمة انعدام الغذاء إلى أسباب منها فقدان فرص العمل والدخل وأزمة السيولة على 1.25 مليون موظف حكومي وأسرهم. وتحاول الأمم المتحدة الحصول على 2.1 مليار دولار لتأمين مساعدات لنحو 12 مليون شخص هذا العام، غير أنها منذ إعلان نداء الاستجابة في فبراير الماضي لم تتلقى التجاوب المبشر والسريع قياساً بحجم الأزمة في البلاد. واحد من الحلول العاجلة والممكنة صرف رواتب الموظفين المدنيين، ورغم أن الحكومة بدأت عملياً صرف رواتب المعلمين ببعض المحافظات، إلا أن خطواتها بطيئة ولا تتناسب مع تقدير وضع الناس وسوء أحوالهم غير المسبوقة. في المقابل يواصل الحوثيون نهب إيرادات الدولة، وبلغ إجمالي تحصيلات العام الماضي 981 مليار ريال يمني، حوالي 3.9 مليارات دولار بحسب الحكومة التي طالبت بتوريدها للبنك المركزي في عدن. قال ويليام سبيندلر المتحدث باسم المفوضية أن العدد الكبير من النازحين تركز في محافظة تعز، والتي نزح منها أكثر من 48 ألف شخص، توجه معظمهم إلى مناطق أخرى بالمحافظة وإلى الحديدة. وأضاف في مؤتمر صحفي في جنيف وفق موقع المشاهد نت أن معظم النازحين بحاجة ماسة إلى المساعدات، ويقيمون في الأماكن المجتمعية والعامة بما في ذلك المدارس والمنشآت الطبية، فيما يقيم آخرون في مباني غير مكتملة. وأكد أنهم يعانون من سوء التغذية، ويحتاج البعض منهم إلى الدعم النفسي والاجتماعي. كتب الأستاذ في جامعة صنعاء الدكتور محمد الظاهري مقالا موجها إلى من جعلوا معلمي الجامعة مجرد محتجين ومطالبين بلقمة العيش، بعد أن كان لهم دور آخر متعلق ببناء البلاد. وقال الظاهري في مقاله المنشور في الوحدة وينت: ليس المطلوب من الأستاذ الجامعي الجائع أن يتصنع الغباء كي يرضي غباء صانع القرار السياسي ومتخذه وغروره،
بل إن المعول من المسؤولين والمعنيين في هذا البلد المنكوب تملكهم قليل من الحياة وتحمل المسؤولية الوطنية كي لا يجبر الأستاذ الجامعي والمواطنون الجوع على المواجهة بوسائلهم المتاحة. لم نتلقى العلم للهث وراء رغيف الخبز فحسب، بل للمساهمة في بناء وطننا اليمني مجتمعا ودولة. لسنا متسولين ومتسولات ولا رهائن جوع وبيادق شطرنج بأيديكم، بل إننا مواطنون ومواطنات، لنا حقوق وعلينا واجبات، والمسؤول تكفيه الإشارة الفصيحة. إلى موقع عدن العاصمة المختص بأخبار السلطة المحلية في المدينة والذي عنوان لنا حكاية، يوم مفتوح لضحايا الألغام من المدنيين في عدن. وقال الموقع إن عدن ستشهد في اليوم المفتوح جلسات استماع للضحايا المدنيين الذين أصابتهم الألغام وأفقدتهم جزءا من حياتهم ومن أعضاء جسدهم. المدير التنفيذي لمؤسسة جدارية حليمة محمد قالت إن الألغام فتكت بحياة الكثير من المدنيين وتركت آثارها الجسمانية والنفسية على آخرين نتيجة التشوهات والإعاقات التي لحقت بهم، لذلك يوفر المعرض الخاص بالضحايا مساحة ليروي المتضررين قصصا حقيقية وإلى أي مدى تأثرت حياتهم بإصابتهم. وقبل قراءة أهم ما ورد في صفحات الصحف العربية نذهب إلى فاصل قصير، ابقوا معنا. أهلا بكم من جديد. تتحدث صحيفة العربي الجديد عن ما أسمته خطة أممية معدلة في اليمن، محاولة جديدة بفرص محدودة. وقالت الصحيفة إنه بالتزامن مع الجولة التي يقوم بها المبعوث الأممي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد في المنطقة، أفادت تسريبات عن تعديلات مهمة على خطة السلام المقترحة من الأمم المتحدة من شأنها أن تحقق اختراقا نسبيا في جدار الأزمة بعد أن فشلت الصيغة السابقة التي قدمها المبعوث الأممي منذ أشهر في أن تنال قبول الأطراف اليمنية. تشير التسريبات إلى أن الخطة المعدلة تتضمن تشكيل حكومة وحدة وطنية يجري اختيار رئيسها بالتوافق بين الأطراف، وهي الخطوة التي لا تكاد تخلو أي المقترحات منها منذ ما يقارب من العام. وفي الجانب الأمني تحمل التعديلات إذا ما تم تأكيدها مقترحا يكاد يكون تحولا مهما، إذ يتضمن أن يسلم الحوثيون أسلحتهم الثقيلة لألوية الجيش اليمني المنتشرة في حضرموت بعد انتقالها إلى صنعاء، وهي ألوية بقيت على الحياد خلال الحرب. وقالت العربي الجديد إن هناك محفزات أخرى يمكن أن تدفع الإنقلابيين للتعامل الإيجابي مع الخطة الجديدة، أبرزها الخسائر الكبيرة التي يتعرضون لها جراء استمرار العمليات العسكرية للتحالف، بالإضافة إلى أن دائرة سيطرتهم تضيق مع استمرار الحرب. قالت صحيفة خليجية إن الميليشيا تطلب نصف مليون ريال للإفراج عن محتجزين في عتمة. وكشف مصدر حقوقي لصحيفة الخليج أن الميليشيات الحوثية بمحافظة ذمار ترفض الإفراج عن محتجزين من أبناء عتمة قبل دفع مبالغ مالية تصل إلى 500 ألف ريال. وقال المصدر إن الميليشيات ترفض إطلاق سراح المعتقلين من دون تلك المبالغ بحجة أنها خسرت في تغذيتهم، وأن القبض عليهم كان خطرا ويجب دفع مبالغ مالية كبيرة مقابل إطلاق سراحهم. وكانت الميليشيات الحوثية قالت إنها أطلقت سراح 79 شابا من أبناء مديرية عتمة، لكن مصادر مطلعة أكدت أن أغلب من تم إطلاق سراحهم مواطنون عاديون تم اختطافهم من منازلهم أو من الطرق العامة، بينهم شاب كفيف يدرس في جامعة ذمار. قال السفير اليمني في بريطانيا ياسين سعيد نعمان إن ما يجري في اليمن
هو تنفيذ لمشروع تديره إيران ويقوم على تفكيك الدولة الوطنية في المنطقة وإقامة الدولة الطائفية كبديل لها، مؤكدا في دورة نظمها المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية ونشرت في صحيفة الاتحاد أن التمسك بهذا المشروع التدميري هو ما يسعى إليه الانقلابيون ويراهنون على تعظيم مأساة الشعب اليمني، وأن العالم بسبب ذلك سيتدخل لفرض الحل الذي يحقق لهم هذا الهدف. وأوضح ياسين أن تحديد يوم 26 مارس 2015 بداية الأزمة اليمنية هو تحديد خاطئ بكل المقاييس، لأن الأزمة بدأت يوم 21 من سبتمبر 2014 عندما اقتحمت ميليشيات الحوثي وصالح العاصمة صنعاء وسيطرت على مؤسسات الدولة بقوة السلاح وعطلت العملية السياسية ودمرت آمال اليمنيين. لماذا لا يبدع الشباب العربي في وطنه؟ بهذا التساؤل بدأ نور مشلح مقاله المنشور في مدونات الجزيرة مضيفا: لا تلوم من يبدع في الاغتراب بينما في وطنه يضيع في أحلامه. لكل شيء في هذه الدنيا وجهان، الحرب أحد هذه الأشياء. رأينا من وجهها الأسود الكثير من ظلم وقتل وتشريد وموت وعطش وتدمير، ولكن وجهها الآخر كشف لنا عن كنوز كانت مختبئة، أو بالأحرى كانت تحاول العوم في مستنقع لا سبيل فيه إلا أن تكون بالقاع. أتلقى أخبار العرب الذين يبدعون في الاغتراب بشعور كبير بالفرحة والفخر، لكن أيضا بشعور من الألم، فهؤلاء كان حريا بهم أن يبدعوا في أوطانهم. لكن هل نلومهم؟ هل قدمت لهم أوطانهم أنصاف الفرص التي قدمت لهم في الاغتراب؟ هل دعمتهم أوطانهم نصف الدعم الذي تلقوه في الغربة؟ يكبر الشاب فينا في صراع بين أحلامه وبين الواقع، يريد أن يصنع شيئا يغير فيه وجه العالم، ولكنه يرى نفسه في صراع بين أن يجد لقمة يأكل منها ومسكنا يستره في آخر الليل، أو بين أن يجعل تفكيره وانشغاله في مجالات يتطور فيها ويبدع. الغرب اختلف عنا في نقطة واحدة فقط، آمنوا بأن الثروة الأكبر لهم في أوطانهم هي الشعوب، خاصة الشباب، فوقفوا خلفهم ودعموهم ووفروا لهم كل شيء، لا لكي ينجحوا فقط وإنما لكي يقفوا مجددا بعد كل محاولة فاشلة يتعرضون لها. بينما نحن اليوم تتفنن أوطاننا في إيجاد السبل لتقول لمن بقي فيها: الحق بالبقية أو عليك أن تعيش مواطنا عاديا هنا. وإلى شبكة البي بي سي والتي عنونت في أبرز أخبارها: حظر السفر إلى الولايات المتحدة أربع ولايات تتحدى قرار ترامب قضائيا. وقالت التفاصيل: انضمت ثلاث ولايات إلى هاواي في تحدي قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بحظر سفر مواطني ست دول ذات أغلبية مسلمة إلى الولايات المتحدة. وتقول ولاية نيويورك إن القانون يمثل حظرا للمسلمين، وتقول واشنطن إنه يضر بالولاية. وانضمت أوريغون وماساتشوستس لاحقا، ويبدأ الحظر في 16 مارس الجاري. ويقول البيت الأبيض إنه واثق تماما من صحة القرار أمام المحكمة. تتابع البي بي سي: يحظر القرار المعدل حصول مواطني الصومال وإيران وسوريا والسودان وليبيا واليمن على تأشيرات دخول للولايات المتحدة، ويحظر القرار أيضا دخول اللاجئين جميعا بصورة مؤقتة. وفي أكثر الأخبار قراءة والتي وردت في صحيفة القدس العربي بعنوان: السجن المؤبد لشقيقين قتلا حمارا في مصر. قالت الصحيفة: قضت محكمة جنايات مركز نجع حمادي جنوبي مصر بالسجن المؤبد على شقيقين في تهمة حيازة سلاح وقتل دابة. تضيف الصحيفة: كانت الأجهزة الأمنية المصرية قامت بضبط شقيقين بتهمة حيازة السلاح وقتل حمار بمركز دشنا شمال محافظة قنا، وتم إحالتهما لمحكمة الجنايات. مجبورون غادرنا أوطاننا، مجبورون تركنا كل شيء هناك. الجميع يتذكر، يمنيون وسوريون ومصريون وليبيون، لا أحد ينسى الموطن الذي خطفته الميليشيات
ووضعته في سجون ضيقة. فرج الدندل يتذكر اللحظات الفاصلة قبل الرحيل ويكتب في صحيفة القدس العربي تحت عنوان لو أن أحدا كبل يدي بشجرة الزيتون في أرضنا. كان فجرا باردا عندما غادرت القرية، كنت رافضا لفكرة الرحيل من أساسها، لكن قرار العائلة كان أقوى. آخر ليلة قضيتها هناك كانت برفقة أدهم ويوسف. لم أنم طيلة الليل، كنا قد تعودنا على السهر بحكم انشغالنا بكثير من الأمور التي طرأت بشكل مفاجئ ومن غير إنذار. خرجت إلى الشارع أمشي ببطء وتردد، أبحث عمن فقدتهم لأودعهم. بحثت كثيرا في أماكن لقائنا على أطراف الطرقات في زوايا الأزقة تحت شرفات منازلنا القديمة في المقهى الوحيد. المقهى خال إلا من صاحبه، الكل مر من هنا. بحثت بين الضباب الكثيف أبعثره بيدي باحثا عن اليدين النديتين ليعود ويتكون من جديد. حتى الضباب كان أقوى، أقوى من يدي المرتجفة. عبثا أحاول، لم أجد أحدا، خسرت الكثير. خلال هذه الأعوام القليلة خسرت إلى حد الجنون، إلى حد الاختناق، إلى حد الفقد والوحدة، إلى حد الهذيان، إلى حد الكآبة القاتلة، إلى حد الفجوع والتوحش. من يوقف الزمان؟ فهذا أنا الذي أحترق، وتلك روح الرفاق التي تحلق. صوت الثواني يحادثني، لم يقف الزمان حينها. أمسك الليل بيد الصباح، حان الوقت الآن، قال أبي. بعد وداع سريع قبل بزوغ الفجر الضباب يسرح في كل جهة. كان الجو باردا جدا ومياه السبيل مجمدة. أستدير محملا بالحقائب وأشق الطريق لأختفي بين الضباب. أقف عند كل زقاق مودعا لأيام قضيتها هنا. أقف في ساحة الحي رافعا يدي إلى السماء، مغمض العينين وألتفت مرتين متتاليتين. إنه الوداع الأخير، لن أطيل الغياب، سأرجع يوما. كان فجرا باردا عندما غادرت مثل برودة هذه الليلة، ولا شيء غير ذلك. مجموعة من الصور لدانيال فريمان حاول من خلالها القيام برحلة حول الولايات المتحدة بعدسته، واختار أن يصور ليلا مستعينا بمصابيح سيارته. وقد نشرت البي بي سي مجموعة من الصور التي التقطها، نتابع. بهذه المجموعة من الصور والصحف العربية نكون قد وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم من كشك الصحافة. نترككم مع مجموعة من رسوم الكاريكاتير في أمان الله.